إن الوالدة تحملت، يعني يوم توفى الوالد أعتقد عمرها كانت في 35 حاجة من هذا القبيل، ولكنها تحملت معاناة إنها تربي الأولاد، وقررت إنها ما تتزوج وإنها تهتم فينا. يعني أنت تستغرب إن التعليم يكون مهم جداً لامرأة كانت ترعى الغنم ولا تقرأ ولا تكتب. طبعاً درسنا، دخلنا المدارس في مكة، درست الابتدائية في مدرسة اسمها المحمدية في منطقة في المعابدة، لكن في منطقة نسيت المنطقة، الجميزة أو حاجة من هذا القبيل. وكنا أذكر أيام المدارس، أول ما درسنا في المدرسة هذه درست لين ثالثة ابتدائي أعتقد في المدرسة هذه، كان طبعاً الصفوف كانت على الأرض على حنابل. أذكر مرة وأنا رابعة ابتدائي أو خامسة ابتدائي، وقريب الصيف، ما جاء الصيف ولكن الجو كان حار، ومكة حارة جداً والمكيفات ما في مكيفات، فكنا مدخلين دخلونا في البيت عندنا مكيف، المكيف الصحراوي. أيامها ما كان صعبة المكيف، المكيفات العادية هذه، المكيف الصحراوي المائي. وجيت والدنيا حر، ويعني يمكن كنت أصبصب عرق، ودخلت غرفة اللي كانوا حاطين فيها المكيف هذه، تعرف لقيت البراد. يبدو إني يعني تخلعت من جميع الملابس معي ونمت في منطقة باردة، وأصبت يبدو إنها من الوصف حقها إنها ذات الرئة، فأصبت بمرض يعني تعبوا فيها ستة أشهر هم يعالجوني، ينزلوني جدة مضادات كل شيء، لين حتى أصبحت يعني لا أستطيع إني أوقف، يعني أوقف ما يقدر، لازم واحد يساعدك أو تطيح، ما عاد انتهت جميع العضلات. فكنت يعني قرروا إنه خلاص منتهي ميت. فبعد ستة أشهر فعمتي زوجة أبوي أم أختي هيا الكبيرة، وهي بنت عم أبوي، يعني تعرف أن زمان حتى يوم طلقها ما راحت، جالسة عندنا في البيت عايشة معنا. فقررت قالت هو ميت، فلذلك سلموا لي يعني أبكوي تكون كوا عادي، لأنه مفترض خلاص ميت منتهي الموضوع ستة أشهر، والأطباء قرروا إنه خلاص ما في أمل منه. فكوتني هنا واحدة، اثنتين في الظهر، واحدة هنا، وأعتقد ما أدري واحدة في الرأس ولا حاجة ما. بعد أسبوع 10 أيام وأنا قايم، سبحان الله ما فيه ولا شيء،